استسلم استسلم. السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد اليوم جايب لكم فعاليات، لكن هالفعاليه راح تكون مختلفه من ناحيه المابات زي كذا، فراح نجرب ما بين في ماب احتمال انه يضبط احتمال انه لا، راح نجرب ونشوف. فقبل ما يبدا مقطع لا تنسون زر لايك وشاركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، واهم شيء الله يسعدكم كود شوب في اس ال. ليش ازعجكم كود شوب؟ لانه هو الاساس في هذه الفعاليات، الفعاليات كلها اخذ فلوس من كود شوب ووزعها عليكم، فاذا انت ما حطيت كود شوب حط الله يسعدك، باذن الله نكثر فعاليات. الفتره راحت حاولت اني اسوي فعاليات لكن للأسف الناس اللي قاعد يحطين الكود مرة انقصوا مرة مرة مرة، عدد اللي حاطين كود أصلاً قدامكم 1200 شخص بس. إذا شفت اللي حاطين كود أكثر بكثير بإذن الله أنا بتكثر فعاليات وبحاول أنوع من ناحية فعاليات. بسم الله خلونا نبدأ. Get ready. أوه هنا السباق، تعالوا 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 تعالوا. أيوه هذا السباق، هذا السباق. راح نشوف كيف الماب، هل هو كويس هل هو مو كويس. أوكي يا ساتر يا شباب وقفوا لي شوي أرجوكم. لا لا والله جامد، من ذا المعرق قدام اقبال. بس قاعد فوحد. لا 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 هذا شلون؟ اوه ما اطيح فيها يا شباب. انا الاول ولا مين؟ هاي يا ساتر الماب يمين بالله خرافي. لا 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 كنت اطيح. الله اقطع ابليس كيف عادي، اصبر لي خليني افوز. اوه اوكي اوكي اوكي. طبعا لو تشوفون الشكل هذا هو، شوفوا كيف يعني يوتيوب فورتنايت ماينكرافت ذا الاشياء. فازبنوا في غرف واللي يدورنا راح يبحث عنه في كل غرفه، وراح يصير في هند كل 15 ثانيه اتوقع. هند قصدي اللي هو البروب بينج هذا يعطيك صوت. اوكي هذا ما اتفقنا عليه. اوكي طيب بسم الله يا رب يضبط. اوكي ان شاء الله انه يضبط الحين. لا 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 اقلب 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 يا ساتر الاصوات قاعد اسمعها. اذا مرت 15 ثانيه طلع يطلع صوت، فلازم تدور في الغرفه هذه، اذا فيها صوت فاعرف انه في احد، اذا ما في صوت فتغير الغرفه على طول. اوه كنت شاب شباب كنت شاب. يا ربي يا رحمن يا كريم، انا قاعد اسمع صوت طلق قبل شوي. توقعون يفوز ولا اللي يدور 10 دقائق اتوقع او 9 دقائق، اذا خلصت يخسر. لازم انه يلقى اشخاص، والاشخاص هذه يبحثون مع عن اشخاص لين ما ينتهون، اذا ما لقاهم كلهم بيبقوا مع واحد يعتبره الفايز. فايب اوه حاليا هم 7 اشخاص، على بالي انه ما لقوا احد. اوكي القمطه شباب القمطه، والله على بالي ما لقوا احد ابد. يا ساتر باقي 6 وانا من ضمنهم. طبعا هذا ال كيف طلق عليه من ورا يا شباب؟ كيف طلق عليه من ورا؟ يا ساتر. خلنا نسمع. اوكي ما في حد هنا، خلنا نروح يوتيوب. ها؟ كاني سمعت صوت يسار. البيانو يخرش يا شباب، ايش فيه؟ والله البيانو يخرش. ايوه هنا هنا. ايوه هذا هو هذا. ورا 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 اتوقع. ورا 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 ورا. اوه كل الاشخاص ماتوا يا ساتر. اوه حلوه والله حلوه يا رباه. اوه والله حلوه لو كانت هنا تجي. لا 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 ابا هذا، لا ابا هذه. ايوه اوه ما اقدر. اوه والله فكره حلوه. طيب كذا اتوقع اني ضابط ان شاء الله، يعني يا ضابط اقدر ما اقدر اشوف نفسي، ما ادري انا صح غلط. والله حسني منكم اصبروا فدور زين يعني. اوكي قلت الشخص الاول. اوه سكيلز والله يلقم سكيلز ايزي سكيلز. اوكي شخص ثاني نكست ما جسمك ساتر ما ادري يطلق سكيلز. شال الرابع شال انينوموس ما ادري من هو ذا. اوكي لا سكيلز حرام عليك تضحك يا تضحك. يا الله والله ما في احد. طيب نبحثنا هنا بس ما بحثنا في الميوزك، خلينا نبحث في الميوزك تحت اليمين. الى الحين ما في احد، صوت البيانو ذا يخرش وما ادري شو وضعه. ايش فيه؟ بحثت في كل الغرف والله ما في احد. ايوه شلت 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 فادي جي 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 فادي جي جي. باقي شخصين يا عيال، باقي عندنا دقيقة ونص او دقيقتين. اتوقع من اللي فوق باقي عندنا دقيقة، باقي اثنين ليه ما طلع اساميهم. الحين بطلع ليف كريتيف وبشوف وين اماكنهم كانت اصلا. 3 2
وان بسم الله راح ابحث عنكم الحين. عد 14 شخص ضدي الله يعين. احس ان في احد هنا. ايوه كني شفت واحد هنا يسار ولا فوق؟ لا شكله فوق. اسمع 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 تراني اسمع. ها يلا جايكم جايكم بسم الله بسم الله وينكم؟ راح نعفك الله يسعده ما يموت. اوكي لف ذا بورد يوم لقيت شخص كم افك بعد والله الى الحين ولا شخص والله يمكن تزبنون زبنه. ايوه اسمع اسمع. تعال تعال وين رايح وين رايح وين رايح؟ ما القى الا فادي انا والله. جي جي يا فادي جي 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 محمد جي جي. شوف هذا كلاش اصطرت وحات شربان جماعك حلو والله. ما في احد. اصبروا في زبنه هنا يا ساتر. لم تزبطوا معنا. انا اسمع خطوات في البيت بس ما اشوف احد حرفيا. مشيت في كل مكان. يو سبسكرايب لا تنسوا الاشتراك اهم شيء. والله المكان يصدع في الراس يا ساتر. لو واحد زبنه هنا جي جي. لو شكله في احد تحت. ما في احد ما في احد ما في احد يا ساتر. بحثت كل الاماكن. اي واحد اذبح يسسبكتيت. اوكي هنا ما في احد قلنا. طيب الحين لازم نمشي على كل هذولي. ويلكم ويلكم ويلكم. استسلم استسلم. مين بالله هذا اللي قال معي ثلاث اشخاص يا رب ما ينكبوني صح؟ سراني حمودي اتوقع يعني. هي واحد نداري. الله نداري الله نداري. يا الله كم باقي شخص؟ باقي خمسة تقريبا والسادس يموت والسادس يفوز. معليش انا مريت بذا المكان يمين بس ما مريت يسار ليش ما ادري. انا قلنا هنا ما في احد صح جوا هذا المكان حشرت فيه. اوكي ربع ساعة ما لقيت الا كم شخص؟ خمسة اشخاص من ستة كل شوي. او وات لحظة لحظة كيف؟ أبغاك تسوي باركة مرة ثانية. أيوه كمل. يا ساتر يا الباركة إيش فيه؟ والله ما توقعت هالدرجة. يمكن ألقى أحد. هي لازم ندقق على كل شيء. أها هلا والله شو الأخبار؟ لو لي تبغى تفوز مرة ثانية؟ جي جي والله جي جي. أوه إيش فيه؟ توت ها؟ باندج؟ من وين يعني؟ اوكي طيب اوكي ما في احد هنا. هنا ما في هنا ما في. يا ساتر ها من ورا ها. وات 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 وش الاماكن انتو شلون؟ والله كيف تجيبونها؟ احس هنا في احد. احس هنا في احد. في احد يقدر يطب هنا؟ هذا المكان اللي دورنا فيه قبل. خلنا نمشي على الطرف خلنا نمشي على الطرف. انا لقيت الاشخاص هنا. خلنا نتاكد في احد زياده بعد ولا اوكي ما في الا باندد. المكان اللي تحت ما في احد. في واحد تو اسمع اقسم بالله اني اسمع خطواته. فوقي بالضبط كان. لهالدرجه الماب في اماكن يعني ما بحثت عنها. ابوي لي 20 دقيقه ابحث. يا ساتر. ايوه. أنا آسف والله إني آسف. أنا سمعت خطواته والله. أنا أدري إني مريت جنب أشخاص وما شفتهم وذا بس عاد شو نسوي؟ آخر واحدة نور؟ لا باقي اثنين ولا؟ أوه طيب ثواني خلني أنزل فوق بشوف زبنة نور. وات؟ خير؟ وات يا أخي الدولاب ذا غريب يعني تشوفه من جنب يعني حتى لو هي زبنة هنا ما يمديك تشوفها زين. فتشوف من الجنب تحس انه اوكي من هنا مفتوح من هنا مفتوح بس تمشي وتسحب عليه ما تكتشف انه هنا مسكر. ليه ليه لا والله جي جي والله. في المشاهده ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. طلب بسيط قبل ما تنهون المقطع يعني اذا ما اشتركتوا في القناه اشتركوا واهم شيء كود شوب بي اس ال اقسم بالله شيء يسعدني مره مصدر دخل يعني. الله يسعدكم اللي قاعدين تستخدموا كود شوب ونراكم على خير في امان الله. سلام.